وهذا سائل يقول: أنا قبل 6 أشهر قلت والله إذا نجحت أذبح ذبيحة وأعزم أصحابي على العشاء عليها، وفي اليوم الثاني قلت نذر علي إذا نجحت أن أذبح ذبيحة وأعزم أصحابي على العشاء، وقدرت المبلغ في نيتي 500 ريال ونجحت ولم أفعل شيء حتى الآن، فماذا علي؟ هذا من نذر المباح، تخير بين فعله وبين كفارة يمين، إما أن تفعل وتذبح هذه ذبيحة وتدعو أصدقائك عليها، وإما أن تكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين كل مسكين نصف صاع أو كسوتهم كل واحد ثوب أو تحرير رقبة أو العتق، مخير. فإذا لم تجد تصوم 3 أيام. نعم.